السلام عليكم إخواني، تحياتي لكم، صباحكم سعيد. في هذا الفيديو اليوم قمت بجني كمية معتبرة الله يبارك من البلوط. قمت بتركيب فيديو سابقا لكم. اليوم دائما سأذكركم أيضا بهذه النوعية الله يبارك، نوعية جيدة من مذاق الحلو، فهو جد مفيد لصحة الإنسان وخالي من مادة الجلوتين. باستطاعتنا أن نحذر به سميد السميد منه أو الفارينة أو الكسكس. سأعدكم بأنني سوف أحذر لكم منه دقيق البلوط في فيديو آخر، وأيضا سأحذر لكم فيديو آخر أيضا أستخرج فيه مادة قهوة البلوط. لمن لا يعرفها سأعرضها عليكم لاحقا إن شاء الله، وأيضا سأعرض عليكم فيديو آخر للحصول على مادة نستعملها يوميا في المطبخ، إلا وهي بديل الكاكاو. باستطاعتنا أن نتحصل على هذه المادة ونستغني عن الكاكاو الغالية في السعر. هذا مجانية من الله في الطبيعة، عطاء الله، الله يبارك في الطبيعة، وله رائحة زكية، لما لا نستعمله؟ فهو مفيد للصحة. لا تنسوا فقط الدعم والاشتراك، سأعيدكم بفعل هذه الفيديوهات. لا تنسوا الدعم والاشتراك، القناة محتاجة إليكم للاشتراك. نحن وصلنا إلى تقريبا 1000 مشترك. لا تبخلوا علي يا إخواني الأفاضل بالدعم والاشتراك، وسأعدكم سأوفر لكم فيديوهات أخرى جميلة إن شاء الله، وسأكون معكم. لا تنسوا دائما الدعم، كما أذكركم القناة في مرحلة الوصول إلى تقريبا 1000 مشترك. لا تبخلوا علي يا إخواني الأفاضل، سأعدكم بفعل هذه الفيديوهات وفيديوهات أخرى عديدة في البرمجة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.